مساء الخير يا علي، مساء الخير سهى، مساء الخير لكل مشاهدي ومتابعي ام بي سي في اسبوع. بالتاكيد نحن نتواجد في المهرجان الوطني للتراث والثقافه في نسخته 33. هذا المهرجان الذي تدرج من المحليه حتى وصل الى الخليجيه والعربيه والعالميه، واصبح تظاهره تتجه اليها الانظار كل عام هنا في الجنادريه من خلال تجمع هؤلاء الحرفيين وايضا اصحاب التراث المحسوس الذين يمثلون رموز الموروث السعودي في المملكة العربية السعودية. اليوم نحن نتواجد في قرية نجران التراثية، هذه القرية التي تتميز هي الأخرى بطبيعتها، بطرازها العمراني الفريد الذي يتشكل في المقدم والمشولق والدرب، وأيضا تواجد العديد من الأسر المنتجة والحرفيين الذين يمثلون حرفهم في هذه القرية. بالتأكيد كل شيء في هذه القرية له أصالة وأيضا يعبر عن نفسه من خلال هذه القرية التي تمثل منطقة نجران. لعلي أفصل الحديث مع ضيفي رئيس وفد منطقة نجران محمد غشام. مساء الخير. هلا، مساكم الله بالنور، يا حياكم في قرية منطقة نجران في مهرجان 33. بلا شك القرية تم تجهيزها منذ فترة، كانت ورشة عمل بتضافر الجهود. على رأس هذه الجهود إمارة منطقة نجران، شاركتنا الجهات عدة. تهيئة القرية بلا شك من مبانيها، من مبنى الدرب، مبنى المقدب، مبنى المشولق، تم تهيئة القرية أيضا بإعادة هيكلتها، ستيجها. تشارك إدارات حكومية ممثلة على رأس إمارة المنطقة، ثم أمانة منطقة نجران، جامعة نجران كان لها هناك مشاركة جيدة هذا العام. تشارك جمعية الثقافة والفنون، تشارك أيضا هيئة السياحة والتراث الوطني، تشاركنا فرع وزارة المياه، مركز أبحاث البستنة. القرية وراها جهود، ولكن في النهاية الهدف هو إظهار التراث والعمران على أرض الواقع في مهرجان الجنادرية. هناك معرض عن منطقة نجران، معرض يحتوي عن التراث والثقافة، به جناح كامل عن مدينة الأخدود الأثرية. هناك 20 حرفة شاركتنا هذا العام، أغلبية تم استقطابهم للسوق الشعبي، يكون هذا السوق هو للوطن بشكل عام، يستهدفون الحرف النادرة، يحافظون على هذه الحرف. أيضا سعينا إلى استقطاب عدد 20 أسرة من منطقة نجران من الأسر المنتجة. هناك إضافة هذا العام عبارة عن حرفيات من بنات المنطقة يؤدون الدور المناط بهم على أرض المهرجان. هناك النادي الأدبي له مشاركة، هناك ركن للرواية والشعر والشلات هو بيت الشعر النجراني، هناك محال تجارية تقدم من خلالها الأكلات الشعبية النجرانية. نسعى إلى أن تكون القرية بشكل عام تعكس ما ولو الجزء يسير من تراث وثقافة منطقة نجران. يعطيك العافية. إذن مشاهدي الكرام، نحن أيضا سنتجول هنا في سوق الحرف اليدوية، هذا السوق الذي يحوي 20 حرفة. لعلنا نتعرف على إحدى هذه الحرف التي تشكل أيضا تواجدها في منطقة نجران. أيضا هذه الأنواع المختلفة. مساء الخير، تعرف عليك. الله يمسيك بالخير والعافية. حسن بن سعد آل صلة. حياك الله حسن. اليوم أسألك عن الحرفة اللي أنت تقدمها في مهرجان الجنادرية. والله حنا نقدم حرفة صقل الخناجر والسيوف والخناجر والجنابي وعدة أنواع منها. طيب خلينا نتعرف على الأنواع هذه وأسعارها، يعني ما شاء الله أنا سمعت أنه أسعارها يعني متفاوتة وفي بعضها غالي الثمن. فيها أسعار متفاوتة، هي تبدأ من 100 ريال ومن يعني حق الأطفال زي الخناجر هذه أطفال، وفي خناجر فضة كبير زي هذا حق رجالية، هذه تراوح قيمتها من 5000 إلى 6000 ريال، وفيه خناجر مطعمة بالذهب زي الخناجر هذه، وفيه جنابي زي الجنابي هذه، أسعارها تتفاوت عشان الرأس من مبلغ من 100 ريال يمكن إلى 200,000 ريال. ما شاء الله. طيب مكوناتها والأشياء اللي تصنع منها؟ والله مكوناتها بالنسبة للجنبية تصنع من سلة ورأس وغلاف من الخشب ومغطى بالجلد والحزام. أما الخنجر يتكون من فضة، صب فضة زي الشكل هذا، ورأس وسلة وحزام، هذه الأنواع حقتها. طيب كيف تشوف إقبال الشباب الجيل الجديد على مثل هذه المقتنيات؟ والله إقبال طيب ولله الحمد، يعني لا زالوا يستخدمونها. وخلنا نتحدث عن استخدامها في أي الأوقات تستخدم؟ والله هي تستخدم في أوقات الزواجات، في أوقات الإقبالات، في أوقات الأفراح والمناسبات والأعياد.
بشكل عام يعني. يعني هي أيضا تمثل زي شعبي متوارث في منطقة نجران. نعم تعتبر زي شعبي متوارث في منطقة نجران. يعطيك العافية شكرا لك. الله يحييك يا أستاذ عبد الله. إذن مشاهدي الكرام نتجول وعندنا فرقة شعبية اليوم راح تشاركنا بالفنون الشعبية النجرانية التي تتنوع وتختلف في منطقة نجران في محافظاتها، وأيضا الشباب يقبلون على هذه الفنون الشعبية. وخلوني في البداية أتعرف على هذه الفنون مع رئيس فرقة نجران الفنون الشعبية. مساء الخير. يا مساء النور. يعطيك العافية. تعرف عليك. الله مسعود عبد الله الزحوف. حياك الله مسعود. اليوم ما شاء الله أشوف الفرقة حاضرة اليوم، راح تقدمون لنا العديد من هذه الألوان، لكن نتحدث عن تنوع هذه الألوان. أول شيء أقول أرحبوا في قرية نجران التراثية ومرحبا ومسهلا وتحية للمشاهدين في كل مكان. اليوم نقدم اللون الأبرز وهو لون الزامل، وهو الأبرز في منطقة نجران، يقدمه مجموعة من أبناء نجران بالزي الأصيل. اللون الثاني، والزامل يعتبر اللون الأبرز عندنا في منطقة نجران. اللون الثاني لون الطبول والمرافع، وهو اللون الأكثر طربية في نجران. باقي فن... نبغى الطرب يعني. باقي فنون كثيرة إن شاء الله بنقدمها لاحقا علشان الوقت ما نقدر نقدم. طيب أوكي، نسمع لون الطرب في منطقة نجران، وخلونا نبدأ إذا مشاهدين الكرام. وزي ما قلت كل شيء جميل في نجران اليوم. نخلونا نروح مع الفرقة اليوم اللي مشاركين معانا، وراح يستعرضوا لنا العديد من هذه الفنون. مع هاللعب اللي انت حاضره عبد الله، سؤال كيف المشاركه العوائل؟ احنا سمعنا ما شاء الله انه مع الاجازات راح تكون التواجد خاصه على صعيد العوائل راح يكون اكثر كثافه من السابق، خاصه بعد انتهاء الامتحانات.
بصراحة يا علي الجنادرية هالسنة مختلفة تماما، وفي حضور كثيف من الشباب من العائلات. بصراحة يعني الجنادرية اليوم تنبض بالحياة، وأيضا الشباب يقبلون على هذا الموروث الجميل يشاركون فيه، في تفاعل الحقيقة، في مشاركة تفاعلية من الجمهور، هذا ملفت للانتباه. أجل أنا ما ودي أطول عليك عبد الله، أشوفك ما انتب على بعضك، رح شارك معهم، خذ راحتك وحنا بنكمل الحلقة. أجل شكرا، يعطيك العافية. بالتأكيد يعني يعطيك العافية، شكرا يا علي، والصوت الحقيقة يعني في طرب شوي حبيبي، شكرا، ألف عافية.